بالطبع الفرص مجددا لتأكيد التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار المنطقة وتقديرنا للتواصل المفتوح المستمر وقدرة التواصل والاستشارة مع القادة في آسيا المركزية والشرق الأوسط. في حال هل ستقدم الدعم العسكري؟ لن أدخل في نظريات ما رأيناه في نهاية الأسبوع. هو رد هائل ورائع من قبل الولايات المتحدة والحلف للدفاع عن إسرائيل، وأعتقد أننا كنا واضحين جدا أننا نريد تصعيدا في إلى حرب إقليمية وستوقف هنا.